ينضم إلينا الآن عبر سكايب السيد إبراهيم مطر رئيس المعهد الإفريقي الدولي للسلام من مكتب فرنسا. سيد الفاضل مرحبا بكم. إذن يعني هل تعتقدون أن الحقبة المدنية أو الحكم المديني قد المدني عاد بالفعل إلى السودان بعد الاتفاق الأخير؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم السلام. أصبح لك الدراية أي كل شهادات صورة ثانية يعني استغلاله حتى هذه اللحظة. هذا الدماء تسيل على يد العسكر وعلى أعضاء يد أعضاء الإماراتية به. سؤالك هل تعتقد أنه الإماراتية عادة؟ أنا أعتقد أنه لم حتى الآن لم تعد الإماراتية، وحتى الاتفاق وقع أمس وقع تحت يعني بيقولوا مظلة السيوف، لأنه ترامب الدكتور عبد الله حمدوك كان مصطفى وهو في مقابلته أول مقابلة في حدوث الجزيرة قال أنا كنت عديم القضية، ولذلك يعني ترامب ما مؤهل إنه يوقع اتفاق بدون رجع للحرم التي عينته أو شباب الثورة الذين كانوا حول القصر بالأمس، وهم يطالبون بأنه حمدوك على الأقل كان يطلع يخرج لهم ويوريهم أنا حاليا تحت أمركم، وبعدها يرجع للعسكر الذين أعتقدوا. أنا أعتقد أنه العسكر ذاتهم مع المجتمع الدولي متآمرين على هذه الثورة، ولن سيخيب ظنهم بإذن الله. القوى المدنية سيد إبراهيم، يعني هل تعتقدون أن ثمة انقسامات كبيرة ربما يحملها المستقبل لهذه المكونات المدنية، خاصة مع اختلافها مع هذا مع الخطوة التي اتخذت من قبل عبد الله حمدوك؟ للاسف انا تعريف القوه المدنيه ذاته يعني تعريف خاص. انا بالنسبه لي بعرف ان في شباب ونساء ورجال خرجوا من اجل ازاله الحكم الدكتاتوري، تشاع الاخبار انه يعني من حظهم العاسر او من صادف القدر انه تجي مجموعه تسمي نفسها باحزاب او مثلا احزاب او نشطاء يختطوا الثوره، يضع يدهم مع العسكر، يوقع على وثيقه ما وثيقه في ساعة الحقيقة التغيير، لم يعودوا للشارع، لم يعودوا للثوار، لم يعتنوا بالجرحى. هذه هم دائما كانوا مدنيين في ضمن العسكر او متحابين مع العسكر. ما حدث في 25 اكتوبر الذي يعتبر الصهان هو تصحيح المسار. انا في العرف السياسي كزول بعمل في المجال السياسي، اي استلام للسلطه او استغواء للسلطه خارج اطار الدستور يعتبر انقلاب، وانا بعتبره انقلاب. نعم القوى المدنيه كانت منقسمه لاثنين، مجموعه للاسف بما فيهم اخوتنا حمله السلاح الوقت تقريبا كان، ومجموعه من زعماء القبائل في الغفر بدعوا لهذا الانقلاب، وكان بدون اجل واحد يسمى الصمهيو زول عزيز وكنا بنعتبر انه مناضل، فبقول الليله لما رجع حتى البيان نرجع اي بيان، تخيل انه البيان الذي يرجعه هذا الصمهيجي هو ازاع الانقلاب العسكري واعتقال الوزراء المدنيين والنشطاء السياسيين والعزل والجمعون. فاي جهه مدنيه هؤلاء هم كلهم يعني عايشين على الدماء، يقصون على المناطق، لكن الثوره لن تحيد عن الطريق وسننتصر شاء من شاء وابى من ابى. شكرا جزيلا لكم سيد إبراهيم مطر رئيس المعهد الإفريقي الدولي للسلام، كنت معنا من مكتب فرنسا.